مع اليوم العالمي للمعلم واحتجاجات المعلمين في الباب رح نبدأ مشوارنا الصباحي لليوم، ثم مع ذكرى تحرير الثانوية الشرعية في تركمان بارح، منا إلى معرض الكتاب العربي في اسطنبول، الختام مع سؤال الحلقة ورسائل الطلاب للمعلمين. نحن معكم على الهواء، كونوا معنا. قم للمعلم وفيه التبجيل، كاد المعلم أن يكون رسولا، أعلمت أشرف أو أجل من الذي يبني وينشئ أنفسا وعقولا. طبعا واحد من أشهر أبيات الشعر للمعلمين، وبمناسبة اليوم العالمي للمعلم منصبح على كل أستاذ وأستاذة بالصفوف والجامعات، وهن عم يبذلوا ما يمكن من جهد لا تنشئت جيل. وصباح الخير لكل المشاهدين وين ما كنتوا عم تحضرونا، مواضيعنا لليوم منوعة كالعادة. طبعا مثل ما شفنا بالعناوين، يحتفل العالم اليوم في الخامس من شهر تشرين الأول باليوم العالمي للمعلم، حيث بدأ الاحتفال بهذا العام منذ عام 1994، ويهدف يوم المعلم العالمي إلى التركيز على تقدير وتقييم وتحسين المعلمين في العالم، وإتاحة الفرصة للنظر في القضايا المتعلقة بالمعلمين والتدريس. وبمناسبة هاليوم حبينا يكون سؤال حلقتنا عن دور المعلمين، والسؤال عن معلم أثر بحياتك. طبعا مشاهدينا، وإذا كان في أي رسالة بتحبوا توجهوها لأي معلم أو أي معلمة بهاليوم. طبعا للمشاركة بتقدروا تزوروا البث المباشر للقناة على اليوتيوب وموقع القناة الرسمي، وللوصول مباشرة إلى رابط سؤال الحلقة بتقدروا تمسحوا الرمز الظاهر حاليا على الشاشة. في الوقت الذي يحتفل في الوقت الذي يحتفل العالم بيوم المعلم العالمي، عشرات المعلمين في سوريا يعانوا من أوضاع اقتصادية سيئة أثرت على حياتهم الشخصية وعلى البنية التعليمية. خلال الأيام والأشهر الفائتة سلطنا الضوء من خلال برنامجنا ونشرات حلب اليوم الأخبارية على أوضاع المعلمين في مختلف المناطق السورية. بحلقة اليوم رح نسلط الضوء على الاحتجاجات المعلمين في الباب. منتابع سوا مشاهدينا المادة التالية للزميل محمد السباعي، وبعدها منرجع لنكمل فقرات حلقتنا لليوم. نحن الآن في مدينة الباب بريف حلب الشرقي، حيث شهدت المدينة اليوم صباحا فضا لاعتصام المعلمين الذي أقيم يوم الأمس مقابل مديرية التربية والتعليم وسط المدينة، وذلك احتجاجا على قلة الرواتب الشهرية وسوء العملية التعليمية في المنطقة. اليوم صباحا قامت قوات الشرطة والأمن الوطني العام بإزالة خيمة الاعتصام وفضه، الأمر الذي قوبل بالرفض من قبل المعلمين. تواصلنا مع قوات الشرطة والأمن الوطني العام للتعليق على الأحداث الأخيرة، ولكن قوبل طلبنا بالرفض، وذلك توجهنا إلى نقابة المعلمين في المدينة للتعليق على الأحداث الأخيرة، فكونوا معنا. طبعا كنا متواجدين بالخيمة الساعة 7 الصبح، اجونا عناصر الشرطة قال بدنا نفك الخيمة بأمر من التركي، فنحن قلنا لهم هذا امر سلمي، قال لا بدنا نفك الخيمة، اجوا عناصر ملتمين حاوطوا الخيمة وصاروا يفكوها طبعا غصب عننا، وهذا الامر مو بإرادتنا، فكوا الخيمة وصاروا كل شيء حدا يصور فيديو او يصور صور ياخذوا منه التليفون يمسحوا منه كل شيء عم يصوره، قال ممنوع التصوير ولا بأي شكل. اسلوب فك الخيمة بشكل عدواني طبعا طريقة غير حضارية لفك الاعتصام وفك الخيمة، وإن شاء الله نحن ما رح نتراجع عن هذا الأمر، رح نرجع ننصب الخيمة إن شاء الله تعالى مرة ثانية، ونحن ما طالبنا بشيء غير بحقوق المعلم. يعني احنا مطالبنا سلمية ونتم مستمرين بمطالبنا السلمية، احنا مطلبنا مطلب حق يعني، ومطلب لكل المعلمين، نتم مستمرين في صوتنا صوت حق ان شاء الله تعالى، ونتم الى الامام ان شاء الله تعالى بدون كلل او ملل ان شاء الله تعالى. مشاهدينا، طبعا للحديث اكثر عن هذا الموضوع بسعدنا نرحب بالاستاذه سناء حسان، معلمه وعضو في نقابه المعلمين بمدينه الباب، والسيد اسامه النعوس وهو احد الاهالي من مدينه الباب. اهلا وسهلا بكما، صباح الخير.
أستاذ أسامة صباح الخير. أستاذة سناء صباح الخير. صباح النور يا هلا. أهلا وسهلا. سيدة سناء، بس لو ترفع شوي صوتك لحتى أقدر أسمعك بشكل جيد. تمام. أهلا وسهلا. صباح الخير سيدة سناء. يسعد صباحك. أهلا وسهلا. اليوم أقمتم كمعلمين خيمة للاعتصام، لكن تم فض هي الخيمة. هل استخدم أي أحد معكم أي نوع من أنواع القوة لحتى يتم فض هي الخيمة اللي قمتوا فيها في مدينة الباب؟ للأسف نعم، بس مو يعني بأسلوب القوة. طبعاً أقيمت خيمة اعتصام للمعلمين، طبعاً للمطالبة بتصليح الواقع التعليمي للمعلمين وللطلاب بشكل عام، لكن للأسف لم تمضي على هي الخيمة مدة 24 ساعة حتى أجوا عناصر الشرطة وفكوا هي الخيمة وفكوا هذا الاعتصام. سيدة سناء، اليوم هي الاحتجاجات هي مانا وليدة الأمس مثلاً، هي صار لها فترة عم بتصير في مدينة الباب ومدن تانية. لماذا لم تلبى مطالبكم حتى اليوم، وما هي الردود يلي عم تحصلوا عليها؟ للأسف اليوم نحن انتهينا من الشهر الأول من الأضراب. نحن طبعا بلشنا بالأضراب من بداية العام الدراسي، واليوم انتهى الشهر الأول، ولحد هذا اليوم ما في أي استجابة من الجهات المعنية للتعليم. كتير طلعنا وقفات احتجاجية، وطبعا آخر شيء وصلنا للأضراب، وللأسف ما في أي استجابة من هدول الجهات. كان طبعا نحن مطالبنا كانت واضحة، إعادة الإصلاح العملية التعليمية بدءا من المرحلة الابتدائية حتى المرحلة الثانوية. يعني هذا لا يخفى على حدا، وطبعا بالإضافة أنه أكيد المعلمين يعني أعطابه بالمنحة المالية وهي المطلب الأول. طبعا بدي رحب بالاستاذ اسامه النعوص، طبعا هو احد الاهالي من مدينه الباب، صار معنا. اهلا وسهلا فيك سيد اسامه، صباح الخير. صباح النور. استاذ اسامه، لو تخبرنا كيف اثرت الاحتجاجات على تعليم الطلبه؟ هلا تاثير الاحتجاجات على تعليم الطلبه، طبعا السنه الماضيه كان الاضراب واستمر للسنه الحاليه، فكان ضرره كبير على الجيل الحالي. انقطاع الطلاب عن المدارس راح يؤدي الى يعني الى جهل كبير، خاصه انقطاع مستمر عم بكون. السنه اللي قبل الماضيه كان موضوع الكورونا، اجى بعد موضوع الاحتجاجات الاضرابات، وحاليا السنه هي راح عم يتكرر نفس السيناريو. طبعا نحن مع المعلمين بكل ما يطالبون به من زياده الرواتب اولا، الى تحسين عمليه التعليميه التي فيها مشاكل كثيره، ولكن المشكله ان الاضراب وقعنا امام ضحيتين، الضحيه الاولى هي المعلم والضحيه الثانيه اصبحت الطالب. طيب شو راي الاهالي بهي الاحتجاجات يلي عم بتصير سيد اسامه؟ راي الاهالي طبعا مختلف براي الاهالي، انا امثل راي وغيري يمثل اراء ثانيه، بس بشكل عام حاليا معظم راي الاهالي يطالبون المعلمين بفتح المدارس، بالدوام بالمدارس. يعني الانقطاع قلت لك ادى الى ضحيه ثانيه، ونحن طبعا الوضع الناس كله وضع سيء، الوضع المادي ما حدا عنده استطاعه الا النادر يحط اولاده بمدرسه خاصه. اللي نحن بنطالبه كاهالي اولياء امور، نطالب الجهات المختصه المجلس المحلي وتربيه وغيره بحل الموضوع. بحل جذري للموضوع، يعني اذا الموضوع ما انحل بزياده الرواتب نحن نطالب فيه. عندنا نظام داخلي بالمجلس المحلي، في عندنا نظام داخلي بالتربيه، معلش في معلمين كتير ما ممكن يقدروا يعيشوا بالراتب البسيط اللي عم يتقاضوه، وطبعا معظم الموظفين نفس الحال يعني. فنحن منطالب بمعلش اللي ما بيوفي معه الراتب يا اخي قدم استقالته ونحن معه والرزق على الله. هذا موضوع كثير حساس يعني بالنهايه. لكن اليوم سيد اسامه الاحتجاجات او المطالب يلي عم بيطالبوا فيها المعلمين هي تحسين العمليه التعليميه بشكل عام، يعني وهي التحسين هي العمليه هي بتصب بالنهايه في مصلحه الطالب. يعني اختي الكريمه معلش، تحسين العمليه نحن بنحتاج لمده شهر شهرين ثلاثه، بس نحن ثلاث سنين انقطاع الطلاب عن المدارس اصلا هو زاد يعني ادى بالسوء بالعمليه التعليميه. في عنا يعني نحن معلش المعلم مظلوم، فما بدنا يكون في عنا مظلوم ثاني او ضحيه ثاني. زادت نسبة الجهل، أنا ما معقول أستمر بالإضراب لثلاث سنوات أو سنتين متتاليتين،
شو راح يتحسن بالعملية التعليمية؟ يعني راح يكون الرد سلبي، أنا بدي أداوم سنتين لحتى أغطي العجز اللي صار معي بهالسنتين الماضيات إذا مو أكثر. فأنا ضريت بالعملية التعليمية بالنهاية. بالنهاية الكل يعاني، المعلم أول واحد مظلوم مع الموظفين، وصار عنا ضحية تاني هي الطالب اللي انظلم. نحن كأهالي في عنا حل، المعلم ممكن يدبر يعني يشتغل بقطاعات تاني، بقطاعات التعليم الخاص. ممكن في ناس هو موظف وزوجته موظف، أنا عم بحكيك حكي الشارع بال يعني كما هو المتواجد على الأرض بالضبط. الناس بتقول يا أخي معلش في معلم وزوجته معلمة ممكن يوفي معه الراتبين يقدر يعيش فيه، ممكن يتوظف وظيفة تانية مع التعليم العام. فاللي ما بيقدر وما بيكفي معه هذا حقه، وما حدا بيقدر يلزمه أنه يداوم بالتعليم العام على هالراتب القليل. بس نحن بهمنا أن أولادنا يتعلموا ولو جزء 50-60-70%، أفضل ما تكون مدارس مغلقة وقفين بالشارع. طلب الأهالي كتير وعم يزداد يوم عن يوم بفصل المعلمين الذين يداومون على الإضراب. يعني لحبكم أضربين لازم ينفصلوا ويتم تعيين معلمين يا أخي يستطيع العيش بهذا الراتب مع عمل تاني. أستاذ رأي الشارع بكل صراحة يعني. طبعا رأي الشارع ما كان هيك بالسنة الماضية، لأن الناس ونحن لحد الآن متعاطفين مع المعلمين ومع كل الموظفين. بس قلت لك نحن الضحية اللي وقعت معنا هي الأطفال، والأطفال اللي بالشوارع. طبعا صحيح. ما كل المعلمين مضربين، أول شيء عنا نسبة المعلمات المداومات نسبة كبيرة، وفي نسبة المعلمين مداومين. خلينا نحكيها بصراحة، عم بصير ضغط على بعض المعلمين اللي عم داوموا، بيتهموهم بالتشبيح وبيتهموهم بكذا. طبعا المعلمين اللي هن مصرين على الإضراب. هذا حكي نحكي بس بكل صراحة، يعني هيك عم بصير عنا. أستاذة سناء، بدي أرجع للحديث، بدي انتقل للحديث مع حضرتك. اليوم في اليوم العالمي للاحتفاء بالمعلم، لو تحدثينا عن الصعوبات اللي عم بيعاني منها اليوم المدرس السوري وخاصة في مناطق الشمال السوري المحرر. طبعا بالإضافة إلى ردك على الأستاذ أسامة وعلى الواقع اللي نقلنا يا من الشارع السوري. هلا اكيد انا كثير سعيده انه عم بسمع هلا تعليق الاهالي. هلا سمعت كثير، وهلا في يعني فعلا هو تعليق فعلا انه هذا يعني فعلا عم بسمعه كثير. يعني انه بتمنى انه هلا من الاهالي اول شيء انه النسبه الاكبر من طلاب المدارس هي نسبه يعني طلاب من اولاد المعلمين. يعني اليوم هي النسبه الاكبر من الموظفين في المحرر هن اطفال المعلمين، فالاطفال المعلمين هن متضررين كمان، متضررين ماديا وتعليميا. يعني مو بس الاطفال العاديين متضررين، حتى اولادنا نحن المعلمين متضررين. ونحن يعني اليوم وقت طلعنا بهذا الاضراب قلنا انه المنحه الماليه هي السبب الاول، لكن صدقا هي اصلاح العمليه التعليميه هي كمان من اهم الاسباب اللي عم نطالب فيها. يعني هلا عم بقول الاخ سمعته انه عم بقول انه الطلاب عم يتضرروا وبده يسبب جهل وامنيه. على فكره نحن طلابنا من قبل كان في عنا نسبه جهل، والتعليم يعني وصل للاسف، يعني بدي احكيها بكل صراحه، وصل للهاويه هون بالمحرر. يعني كلمة طبعا كل مدينة عم تختلف عن الثانية، طرق الإعطاء، المدرسين اللي عم يعطوا، المناهج اللي عم تنعطى. للأسف يعني من يومين أصدر مناهج جديدة، أصدر منهاج تربية إسلامية، يعني لسه هو قيد التدقيق، لكن يعني للأسف الشديد إنه في أخطاء كثير بالمناهج، أخطاء تعليمية كارثية للأسف. يعني الطالب اليوم يعني الطالب عم وصل للشهادة الثانوية، والله عم بحكيها صدقا، حتى الكتابة والقراءة ما هو قادر الطالب اليوم، الكتابة والقراءة ما هو قادر. صحيح أستاذ أسامة. بدينا يعني كان أنا يعني نحن مطلبنا صحيح المنحة المادية واللي هي من حق المعلم لحتى يعيش حياة كريمة، لأنه هلأ نحن كنا بكل الوقفات عم نطلع بجملة كتير كانت تستوقفني هاي الجملة، إنه معلم بلا كرامة جيل بلا انتماء، وهي صحيحة. يعني اليوم المعلم وقت اللي بده يطلع يروح على المدرسة إذا ما عنده كرامة، إنه هو ما هو حاسس حاله إنه هو مكتفي من كل شيء، ما رح يقدر يعطي الطلاب. صحيح. ما رح يقدر يعطيهم بكل صراحة يعني. أستاذ أسامة بدنا ننتقل بالحديث لعندك، لو تخبرنا عن الحلول يلي ممكن تقترح، يعني تقترحها لحتى يتم خلينا نقول حل أو وجود حل لهي المشكلة غير موضوع الإضراب. أنستي الكريمة، نحن منذ أكثر من عام اجتمعنا مع المعلمين في مدينة الباب قبل تشكيل النقابة، وكانوا يعني يفكرون بمشروع الإضراب، طلبناهم بعدم الإضراب، وكل الأهالي وكل الفعاليات التي يمثلها نقف معهم يدا واحدة بمطالبة المسؤولين.
إلا الإضراب. الإضراب يضر بالتعليم. أنا أقوم بكل نشاطات الاحتجاج خارج أوقات الدوام. ممكن أخصص أسبوع مثلا كل أسبوع أو كل يوم آخر حصة نوقف وقفة اعتصامية ضمن كل مدرسة ضمن كل المدارس، نلغي آخر حصة، نلغي وقت الفرصة، نقوم بالاحتجاج أمام المجلس المحلي وأمام التربية يوميا ونحن معهم في هذا ونكون سباقين لهم إن شاء الله. ولكن الإضراب أضراره مثل ما ذكرت الآن، يعني هي ذكرت فكرة أنه التعليم لم يكن جيد، فعلا لم يكن جيد، وهذا بحد ذاته إداني لموضوع الإضراب. التعليم سابقا خلال الأعوام التي لم يكن فيها إضراب تعليم يعني فيه من الأخطاء وفيه من المشاكل وفيه، لن نحكي يعني حاليا لن نتكلم عن مشاكل المعلمين الذي كان يلتزم بالدوام أو ما يلتزم، وبعض المعلمين يقول أعطي على قد الراتب، هذا منطق يعني لن نتكلم بهذه التفاصيل. كل هذا السوء الذي كان بالتعليم والآن الإضراب الآن يدمر معنى ذلك. معنى ذلك أن عنا نسبة كان من التعليم جيد 50%، أنا أصبحت صفر، بل ناقص 50%. هذه هي الحلول. الحلول أن نضغط بكل الأمور على الإضراب. أضرب والطالب بالمدرسة، لا أضرب، أحتج والطالب بالمدرسة، لا أحتج، أجد طرق أخرى. معلمين ومثقفين لن يعجزوا عن إيجاد طرق بديلة للاحتجاج غير الإضراب. أستاذة سناء، رسالتك بختام فقرتنا اليوم يلي بتحب توجهيها لكل مين عم بتابعنا؟ أنا رسالتي بحب أوصل إنه نحن وصلنا لمرحلة الإضراب بعد ما طلعنا كتير وقفات احتجاجية، ونحن على فكرة مو هاي السنة، نحن من 5 سنين وأكثر نحن عم نطالب بإصلاح العملية التعليمية، لكن للأسف ما كان في رد. يمكن بدي أحكي شغلة لأول مرة عم بحكيها، نحن يمكن اليوم أكبر خطأ وقعانين فيه هلأ هون حالياً بالشمال المحرر هو إنه المجالس المحلية هي اللي عم تدير العملية التعليمية. للأسف يمكن هون هذا يمكن أكبر خطأ عم بصير حالياً. المجالس المحلية اليوم ما هي قادرة إنه تدير الملف التعليمي. فأنا بطالب إنه يكون الملف التعليمي بإيد وزارة معنية هي بالتعليم، إدارة التعليم، يعني هذاك الوقت أكيد رح تنحل مشاكل كتير. الأستاذة سناء حسانو، معلمة وعضو في نقابة المعلمين بمدينة الباب، والسيد أسامة النعوس وهو أحد أهالي مدينة الباب، كل الشكر لحضوركم معنا اليوم، ويسعد صباحكم مرة ثانية. مشاهدينا، في ختام الفقرة نريد التنويه أنه تواصلنا مع مديرية التربية في الباب، لكن للأسف لم يكن هناك أي استجابة للتعليق على موضوع احتجاجات المعلمين. مشوارنا الصباحي مكمل معكم، وبعد الفاصل رح نكون مع الحوكمة في المنظمات غير الحكومية، ابقوا معنا.
أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا، ومنذكركم بسؤال حلقتنا لليوم يلي كان عن رسائل للمعلمين. للمشاركة بتقدروا تزوروا البث المباشر على اليوتيوب أو مسح الرمز الظاهر حاليا على الشاشة. اشتهرت ثانوية أبو عبيدة الجراح في قرية تركمان بارح شمال حلب، فوصلت شهرتها إلى مستوى العالم الإسلامي كونها تستقطب طلاب العلم، إلى أن مرت بتحولات عدة خلال سنوات الثورة. المزيد مشاهدينا في التقرير التالي. مدرسة في الشمال السوري ذاع صيتها على مستوى العالم الإسلامي ولعبت دورا محوريا على مدار سنوات الثورة السورية. نتحدث عن ثانوية أبو عبيدة بن الجراح في قرية تركمان بارح التي افتتحت عام 1989، ثم ارتبطت لاحقا باسم القرية الواقعة قرب مدينة إعزاز. المدرسة أدارها عبد الله عثمان منذ العام 2006، أصبح أحد القيادات المؤسسة لفصيل لواء التوحيد ولاحقا الجبهة الشامية، وكان من أعضاء التدريس فيها أيضا الزميل الشهيد زاهر الشرقاط الذي عمل في قناة حلب اليوم حتى اغتيل على يد تنظيم الدولة في غازي عنتاب بشهر نيسان من العام 2016. ثانوية أبو عبيدة بن الجراح الشرعية مدرسة رائدة في التعليم الشرعي، حيث كانت تعلم العلوم الشرعية بطريقة منهجية مهنية وموضوعية، وكانت تتناول الأفكار الموجودة في الكتب المقررة والمعتمدة بطريقة حيادية وبأمانة علمية. مرت المدرسة بتحولات عدة، كان أولها إغلاق المدرسة صيف 2012 حيث صارت مركز إيواء للنازحين من المناطق الساخنة، ثم أعيد افتتاحها عام 2014 ليتم إغلاقها مرة أخرى، وهذه المرة على يد تنظيم الدولة في شهر تموز من العام ذاته. التنظيم قام بتحويل المدرسة إلى مستودع لجمع الصحون اللاقطة باعتبارها محظورة لديه، بالإضافة لسجن داخلها، واختار المدرسة في رمزيتها لتلعب هذا الدور ضمن سياسة انتقامية. الرابع من تشرين الأول يصادف ذكرى تحرير المنطقة إبان عملية درع الفرات عام 2016. وبعد استعادة المدرسة عادت لتلعب دورها في نشر العلم الشرعي، لكن الوضع الأمني في الشمال السوري ما زال يحول دون عودتها كما كانت في سابق عهدها، حينما كانت تغص بطلبة العلم والمدرسين وتعتبر قبلة من أراد التفقه في الدين. عقدت منظمة الرواد جلسة حوارية في ولاية غازي عنتاب للتوعية بمفهوم الحوكمة في المنظمات غير الحكومية. المزيد مشاهدينا عن هذا الموضوع نتابع التقرير التالي. ضمن نشاط منظمة الرواد للتعاون والتنمية في برنامج التعافي المبكر، في التوعية في القضايا المتعلقة في الحوكمة وسيادة القانون والمنظمات بشكل عام، كان في حاجة إلى التوعية بموضوع مبادئ الحوكمة في منظمات المجتمع المدني من أجل الاستفادة من تطبيق هذه المبادئ بما يعود من أثر على هذه المنظمات على النطاق الداخلي والخارجي، وأيضا على توسيع دائرة المستفيدين وتحقيق مبادئ الشفافية والعدالة ضمن هذه المنظمات في تعاملها سواء داخل المنظمة أو في مع المستفيدين في المجتمع المحلي. كانت جزء من طروحتي انه انا فككت فيها هاي الخطاب الداعم الدولي. هلا اهم نقطة أساسية انه نحن بننظم عمل المنظمات، لكن المفروض يكون في حقيقة قانون ناظم لهذه المنظمات بشكل كامل، ويكون في شيء اسمه سيادة هذا القانون. هذا القانون يعتمد على نحكي الواقع على الحكومة المؤقتة، هناك تقصير
كبير جدا من الحكومة المؤقتة بإصدار على الأقل قوانين ناظمة لهذه المنظمات ولعملها بشكل أساسي من شأن موضوع المساءلة والشفافية بشكل تمام. رح نحكي يلا احنا رح نجي نحكي على مبدأ سيادة القانون اللي هو أحد مبادئ الأساسية في الحكومة. أحسن نقول عليها إن هي منظمة من حيث المبدأ وحوكمة صح التعبير. يعني كعمري كان موضوعك جديد، يعني كنت كتير حابة أعرف عنه، وكان الشرح ممتاز يعني، وبيتضمن إنه ما إنه أنا عمري مثلاً صغير، فشرحه بطريقة كتير كويسة، يعني ما كان في داعي إنه يشرح بطريقة متضخمة، فممتازة. مشاهدينا بننتقل لنتابع حالة الطقس بسوريا لليوم، خليكم معنا. مشوارنا الصباحي مكمل معكم، وبعد الفاصل رح نكون مع معرض الكتاب العربي في اسطنبول، ابقوا معنا.
أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا عن جديد. في مدينة اسطنبول بدأت السبت الفائت فعاليات المعرض الدولي للكتاب العربي، ويتضمن المعرض أكثر من 15,000 عنوان لكتب متنوعة. نظم المعرض كل من الجمعية الدولية لناشري الكتاب العربي في تركيا بالتعاون مع جمعية واتحاد الناشرين الأتراك، ويشارك فيه أكثر من 250 دار نشر تمثل 29 دولة. لتفاصيل أكثر عن المعرض بينضم لنا الزميل محمد سرحيل من معرض الكتاب باسطنبول. صباح الخير محمد، أهلا وسهلا. صباح الخير لك آلاء ولجميع السادة المشاهدين ومشاهدي حلب اليوم ومشاهدي صباح الخير. أهلا وسهلا محمد، لو تخبرنا كيف الإقبال على المعرض؟ زميلة آلاء، في الحقيقة أنا استطلعت بارحة، قضيت تقريبا معظم وقتي من الصبح للمساء في المعرض. الحقيقة الإقبال كبير جدا وواسع، بل أنا يعني تفاجأت من رأي بعض دور النشر، كانوا مستغربين من حجم الحضور الكبير للمعرض، لكن حجم الشراء كان بنسبة أقل لأسباب ممكن نحكي عنها لاحقا. لكن عموما الحضور كثير كبير، حضور السوريين بالدرجة الأولى هو السواد الأعظم لدور النشر السوري، وزوار السوريين بوصف الجالية الأكبر في ولاية اسطنبول. محمد، كون مبارح كنت موجود بالمعرض من الصبح للمساء، لو تخبرنا ما نسبة حضور الكتاب السوريين في المعرض؟ نعم، هلا مثل ما حكينا قبل شوي، نسبة حضور الكتاب السوريين ودور النشر السورية بل وحتى الزوار السوريين هي النسبة الأكبر بين الجاليات العربية. هناك حضور أيضا للأتراك، هناك حضور لبعض الجنسيات الأخرى من شرق آسيا، من دول عديدة، من الدول الإسلامية البعيدة، حتى من فلسطين، الأردن، مصر، الجزائر، المغرب، تونس، السعودية، الإمارات العربية. حقيقة حضور واسع وشرائح واسعة وجنسيات عديدة حضرت هذا المؤتمر. أنا قرأت على صفحة المؤتمر، أو عفوا على صفحة المعرض، أنه يعني في الأيام الأولى تخطى عدد الزائرين عشرات الآلاف. ما أدري يعني يعني حقيقة أو دقة هذه الإحصائيات، لكن هكذا تحدثت صفحة الملتقى أو عفوا المعرض على فيه. لو تخبرنا عن ردود الفعل عن المعرض، ردود فعل الناس المتواجدين في المعرض، الزوار. هلا في الحقيقة معظم الناس سعيدة جدا ب يعني حضور هذا المعرض. مثل ما حكينا قبل شوي، أنا شفت نساء، أطفال، عائلات، شباب، يعني حتى في شباب صغار بالعمر، أعمارهم يعني البعض قد لا يتجاوز العشرة أعوام، بعض الشباب الصغار جايين مع بعض يعني كجروبات ومجموعات عم بيتسوقوا وبيشتروا بشكل واضح. فحقيقة الناس كانت سعيدة. هناك بعض الملاحظات التنظيمية على المؤتمر لكن أو على المعرض، لكن هناك جو يعني رضا يعني كبير بين أوساط الحاضرين. طبعا من المهم الإشارة إلى أن المعرض لا يضم كتبا فقط، هناك العديد من الفعاليات الموجودة هنا في المعرض. هناك فعاليات فكرية، اجتماعية، مسابقات، محاضرات، ندوات، حوارات. الكثير من الناس قدموا إلى هذا المكان للتسوق بالدرجة الأولى، لكن كثير منهم أيضا يعني رأوا في هذا المكان فرصة للتعارف الاجتماعي بين الجاليات العربية والجاليات محمد، كان بدي أسألك على موضوع، لو تخبرنا عن أقسام المعرض، شو هي أهم هي الأقسام اللي كانت حاضرة فعلا في هذا المعرض؟ الأقسام بطبيعة الحال موجودة بشكل كثير كبير، في تنوع كبير جدا. بالدرجة الأولى ربما طغى جانب كتب التراث والكتب الإسلامية والكتب التربوية، هي كانت طاغية بشكل أكبر. هناك كتب في علم الاجتماع، في علم النفس، كتب في الطب، كتب مترجمة. أيضا كان هناك حضور للكتب السياسية والكتب التي تتعلق بالأحداث الدولية. مثل ما حكينا قبل شوي، في تنوع كثير كبير. هناك يعني بعض الانتقادات التي طالت يعني بعض دور النشر، أن الكتب التراثية هي كانت طاغية ربما أكثر على غيرها، لكن أنا يعني اللي شفته في أجنحة أخرى
وجدت الكتب المترجمة، الكتب النفسية الاقتصادية موجودة، في تنوع كبير إعلامي. ذكرت حضرتك أنه في متواجدين في المعرض، دور النشر الموجودة من عدة بلدان، فلسطين، مصر، الإمارات العربية المتحدة، لكن الزوار محمد هم فقط من العرب أو هناك حضور من جنسيات أخرى؟ نعم، مثل ما حكيت قبل شوي ألا، بالتأكيد في حضور كثير كبير من الجانب التركي، مدارس الأئمة ومدارس الأئمة والخطباء وقف الديانة التركية أيضا قدموا إلى هذه إلى هذا المكان، تجولوا تسوقوا، بل حضرت يعني مجموعات تركية، حضروا الطلاب أيضا مع أساتذتهم، حضروا كمجموعات. هناك حضور جيد للأجانب الموجودين في العرب المهتمين خصوصاً بالكتب العربية والكتب الإسلامية، لكن بالتأكيد الحضور الأكبر في الجالية العربية ثم المهتمين من الأتراك وهكذا. بالنسبة لأسعار الكتب، هل هي مناسبة لكافة الفئات الاجتماعية؟ ولو تخبرنا قديش يعني بتتراوح؟ هلا في الحقيقة يعني هذه أكثر نقطة تم انتقادها من قبل بعض الزوار. أنا أجريت استطلاع في الأمس بين الزوار، معظم الناس تحدثوا عن ارتفاع أسعار الكتب، البعض رأى ارتفاع أسعار الكتب طبيعي جدا مع حالة التضخم العالمي والتضخم في تركيا على وجه الخصوص، واعتبروها يعني اعتبروا الارتفاع عادي وطبيعي مثلها مثل بقية السلع، لكن مقارنة بالكتاب التركي كما تعلمين الكتاب التركي مدعوم من الحكومة التركية، مدعوم من البنوك التركية بشكل كبير، لذلك هناك فارق وبون شاسع بين أسعار الكتب التركية وبين سعر الكتاب العربي. وكما تعلمين دور النشر معظمها يستورد الكتاب العربي من الخارج، والاستيراد أصبحت بعد كورونا له كلفة كبيرة جدا. لذلك كما يعني تحدث لي أحد السوريين أمس قال للأسف في بالي العديد من الكتب التي كنت أتمنى أو أود شراءها، لكن اقتصرت على أبرز وأهم الكتب التي أحتاجها. شكراً لك محمد على هاي المعلومات يلي وافيتنا فيها من معرض الكتاب الدولي في اسطنبول، ورح نتركك مع جولة تعملنا إياها في المعرض، وإذا بتحب تعلق على أي موضوع يعني الصوت نحن عم نسمعه. طيب اسمحوا لي. شكراً لك، وأكيد بنتمنى لك جولة ممتعة. أكيد. شكراً لك. هذه على سبيل المثال دار الرموز العربية للنشر والتوزيع، هي دار سورية، هي دار سورية الآن مشاركة في المعرض، ولديها العديد من الكتب بمواضيع متنوعة. هذه أيضا مؤسسة رسالة السلام للأبحاث والنشر، كما تلاحظون هناك تنوع كبير في الكتب. دار السفير، وهنا يعني هناك عناية واضحة بكتب الطفل وقصص الأطفال والمسابقات والكتب التربوية. مما أود أن أشير إليه أيضا آلاء أن كثير من الحاضرين الأمس يعني كانت لديهم عناية خاصة، وهناك إقبال على كتب الأدب والشعر والبلاغة، وهذا حتى في أوساط الشباب، فهذا كان مفاجئ يعني بالنسبة للبعض. هذه دار أردنية، شركة المطبوعات للتوزيع والنشر. كتب تتعلق بالصحافة، تتعلق بالمرأة، الفلسفة، البنوك، الاقتصاد. في الحديث النبوي الشريف. محمد أكيد شكراً لإلك، كان بودنا نكمل معك هي الجولة اللطيفة من معرض الكتاب، لكن بسبب الوقت شكراً لإلك، وأكيد مثل ما ذكرنا نتمنى لك جولة كتير ممتعة في المعرض.
مشاهدينا منذكركم بسؤال حلقتنا لليوم عن اليوم العالمي للمعلم، وشو رسالتك للمعلم يلي أثر بحياتك؟ للمشارك بتقدروا تزوروا البث المباشر للقناة وموقع القناة الرسمي، وللوصول مباشرة إلى رابط سؤال الحلقة بتقدروا تمسحوا الرمز الظاهر حاليا على الشاشة. مشوارنا الصباحي مكمل، وبعد الفاصل رح نكون مع تعليقاتكم على سؤال الحلقة، انتظرونا. أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا بآخر فقراتنا لليوم، ووصلنا لوقت قراءة تعليقاتكم على سؤال الحلقة. وأول تعليق من عمار الحميد عم بيقول انت اجيله لأبو محمد جواد ونقله إن شاء الله دائما تكون بخير. أبو محمد مو بس كان معلمنا، كان أخ وصديق، تحياتي. تعليق من إناس ديبة عم بتقول والدي الأستاذ أحمد ديبة عليه رحمة السماوات والأرض، وهو معلمي الأول علميا وفكريا وأخلاقيا، ربنا يكرمه بالجنان بآخرته مثل ما أكرمنا في دنياه. الأستاذ أحمد ديبة، أكيد منقول كمان نحن يا إناس الله يرحمه للأستاذ والدك. آية الرحمن عم تقول أساتذتي جعلكما من سعداء الدنيا والآخرة ومد في عمركما بالطاعة والإيمان، وحفظكما من كل سوء. علاء الدين ووسيم شامدين، أتوقع هيك أسماء الأساتذة منيح مثل ما ذكرتهم آية الرحمن. أما حسام عز الدين عم بيقول المعلم يلي أثر بحياتي كتير كان مدرس التاريخ الأستاذ فهد الدرهم، يلي رغم شدته بالحق طبعا وكان ممشي الصف مثل الألف وما حدا يقدر يشاغب، بس خلاني حب المادة كتير والحصة كمان، واستناها بتمنى يكون بخير وصحة وعافية. أما فادي سوني عم بيقول المعلم يلي أثر بحياتي هو والدتي، وبحب وجه لها رسالة وبقلا رحمك الله ويجعل مثواكي الفردوس الأعلى يا رب.
طبعا مشاهدينا هيك بنكون اكتفينا بهذا القدر من الرسائل يلي وصلتنا على سؤال حلقتنا، وللحديث عن هذا الموضوع بيسعدنا نرحب بالأستاذ مصطفى البطران، مدرس تربوي من غازي عنتاب. أهلا وسهلا فيك أستاذ مصطفى، وكل عام وأنت بخير بمناسبة اليوم العالمي للمعلم. تمام، الله يسعد صباحكم وصباح الأخوة المشاهدين والمستمعين جميعا، وكل عام وأمتنا وأهلنا ووطننا بخير. اليوم العالمي للمعلم، وما أدراك ما المعلم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون معلمين وأن يحشرنا معلمين. فنبينا محمد صلى الله عليه وسلم يقول إنما بعثت معلما عليه الصلاة والسلام. أستاذ مصطفى، تابعت معنا الرسائل يلي توجهت من المتابعين للمعلمين، شو رأيك بهي الرسائل؟ هي حقيقة رسائل واقعية، وهي رسائل صادقة تحكي قضايا الطلاب وتحكي حقائق تعامل المعلمين مع الطلاب. يعني كم من معلم جنى على طالبه، وكم من معلم أنقذ طالبه من مواقف عدة. فهؤلاء يعبرون بعد حين من الزمن وبعد مرور سنوات طويلة، يعبر هذا الطفل ويعبر هذا الشاب الذي أصبح رجلا، يعبر عن مشاعره الصادقة تجاه معلمه. سيد مصطفى، اليوم كيف بتشوف واقع المعلمين السوريين في وقتنا الحالي؟ لو سمحت تكرر السؤال. عم بقول شلون بتشوف واقع المعلمين السوريين في الوقت الحالي أستاذ مصطفى؟ أختي العزيزة، المعلم دائما يجب أن يكون قدوة في التربية، وقدوة في الأخلاق، وقدوة في التعليم. هذا المعلم القدوة للأسف الشديد افتقدناه في واقعنا. هم موجودون ولكنهم للأسف الشديد قلة. قد تكون الظروف التي مر عليها المعلم في سوريا ظروف استثنائية، والتأهيل الذي ناله المعلم تأهيل غير كاف للأسف الشديد. لذلك قد نجد فجوات. مع ذلك المعلم السوري بخير، وهو قدوة وهو مثال، وهناك أمثلة رائعة من معلمين يضرب بهم المثل، وهم قدوة لنا وما زلنا نذكرهم وهم يعيشون بيننا. أستاذ مصطفى، تغير أحوال المعلم كيف انعكست على الجيل؟ المعلم هو إنسان أولاً وأخيراً، وهو لابد أن يتأثر بالواقع الذي يعيش فيه. لا يمكن أن يتجرد المعلم بواقعه. أختي الكريمة، المعلم هو ابن هذا الواقع، وكل ما يؤثر على الواقع يؤثر أيضاً في المعلم. ولكن دائماً معروف عن المعلم أنه يترفع بقيمه، يترفع بأخلاقه، يترفع بعلمه، فهو قدوة لطلابه، وهو المثال الذي يهتدي ويقتدي به الطلاب. ذلك الشاعر يقول: قم للمعلم وفيه التبجيل، كاد المعلم أن يكون رسولا. يعني أنتم وضعتمونا في نقطة، في زاوية لا نريد أن نجحف من خلالها حق المعلم ودوره وقدره ومكانته. صحيح، فهو ذو قدر وذو مكانة وذو قيمة كبيرة. المعلمون هم بناة المستقبل. نعم، إذا أردت أن تبني المستقبل فعليك بالمعلم. بناء المعلم بناء سليم، والمعلم هو الذي يبني الجيل وهو الذي يبني المستقبل. اليوم أستاذ مصطفى، ما أهمية دور المعلمين في بناء الجيل والمجتمع؟ حقيقة المعلم دور كبير جدا. المعلم دوره في
التعليم، ليس فقط في التعليم، دوره في تغيير العادات والتقاليد البالية، دوره في تثبيت القيم الأصيلة، دوره في زرع الثقة في الطالب نفسه بنفسه، وزرع الثقة بينه وبين الطالب. هذا الطالب الذي يحتاج منا الكثير بصراحة، يعني هذه الظروف الاستثنائية التي نمر بها، هنا يبرز دور المعلم الحقيقي، دور المعلم في ترسيخ أواصر أو مد جسور الثقة بينه وبين الطالب، بينه وبين المدرسة، بينه وبين الأسرة. كثير من الأسر للأسف الشديد قد لا يدركون دور المعلم، وقد لا أو قد يقصرون في التواصل مع المعلم. المعلم هو الذي مع الأسرة يمكن أن ينشئ جيلا صحيحا، جيلا يمكن أن نعتمد عليه، يمكن أن يكون عماد الأمة وعماد المستقبل. أستاذ، بدنا نختم فقرتنا مع حضرتك بسؤال: كيف يمكن تقديم أفضل ما يمكن من تقدير للمعلم؟ والله يعني أنا يعني لو أعتبر نفسي طالباً وأردت أن أقدر معلماً من معلميني، من المعلمين الذين درسوني، لا أستطيع أن أفديه إلا أن أدعو له. وكثير من المعلمين الذين درسوني ما زلت أتواصل معهم وأدعو لهم وأقول جزاكم الله خيراً، ومهما رفعت من قدركم ومهما تحدثت عنكم فلن أفيكم حقكم، فأنتم الذين انتشلتمونا من ظلام الجهل إلى نور العلم والمعرفة، وأنتم من بنيتم الإنسان، وأنتم من بنيتم هذا الوطن وبنيتم الجيل. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون أيضا نحن خير قدوة، نبني كذلك وننشئ ونمضي نحو المستقبل بخطى واثقة إن شاء الله. الأستاذ مصطفى البطران، مدرس تربوي من مدينة غازي عنتاب، كل الشكر لحضورك معنا اليوم، وبدنا نتمنى لك يوم سعيد. شكرا لكم، شكرا لقناة حلب اليوم، وشكرا للسادة المستمعين. أردت أن أوجه تحية للأمهات، فضل. الأمهات اللواتي يصطحبن أطفالهن بالرغم من ظروف الصعبة في الصباح الباكر، يصطحبن الأولاد إلى المدارس في ساعات الصباح الباكرة في السادسة والسادسة ونص. طبعا أستاذ مصطفى، زملائي بالكونترول عم بيقولي وعم بيقولوا لي إنه كمان والأبهات الآباء طبعا الآباء أكيد، لكن يعني والأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراف. الآباء كذلك صحيح، يعني الآباء، لكن الأم هي العماد للأسف الشديد. صحيح. ليس العماد في الأسرة، وبالتالي تحية خاصة لهن حقيقة. أنا أرى قليل من الآباء من يستحق الأبناء، لأنهم يعملون في ظروف عمل مختلفة، ولكن الأم تفعل ما تستطيع من أجل بناء الطفل. نعم أستاذ مصطفى، كل الشكر لحضورك معنا اللطيف بحلقة اليوم. شكرا لكم، اهلا وسهلا. مشاهدينا، وقبل ما اختم مع حلقه اليوم، رح وجه، وكون اليوم هو اليوم العالمي للمعلم، بدي وجه تحيه ومعايده لاساتذتي يلي هن الاستاذ محمود موسى والاستاذ مؤيد الشيخ والاستاذ مرعي يونسو، وطبعا الأستاذ محمد حسون الله يرحمه. طبعا هنن كانوا لإلي، بالنسبة لإلي هنن منارة. شكرا لكل حرف أعلمتوني هو خلال رحلتي المدرسية، شكرا لكل ملاحظة وجهتوها لإلي. وأكيد بدي لكم اليوم من استوديو صباح سوري يسعد صباحكم، وشكرا لكم مرة تانية. مشاهدينا، لهم يكون وصلنا لختام حلقة اليوم من برنامج صباح سوري، ومع أمنياتنا لكم بيوم سعيد. تابعونا عبر معرفات قناة حلب اليوم الرسمية. دمتم برعاية الله، وإلى اللقاء.